من سويفل لكابيتر، يا قلبي لا تحزن. هروب الأخوان نوح مؤسسين شركة كابيتر ب 33 مليون دولار، يعني تقريباً 660 مليون جنيه مصري، اللي لو توزعوا على عدد المصريين كلهم هنبقى مليونيرات بكرة الصبح. طب إيه الحكاية؟ ومين الأخوان نوح؟ وليه عملوا كده؟ مبدئياً كده محمود نوح هو واحد من مؤسسين شركة سويفل للنقل الجماعي، وكان رئيس العمليات التنفيذية فيها، لكن بعد تحولها للعالمية واندماجها مع شركة كوينز جامبت سابها في 2020، وأسس هو وأخوه أحمد نوح شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية، وهي عبارة عن منصة إلكترونية بتربط الشركات وكبار الموردين مع تجار التجزئة والسلع الاستهلاكية. قبل كابيتر كان الموضوع بيتم بطريقة تقليدية، الشركات الكبيرة بتتعامل مع الموردين وتجار الجملة، وتجار الجملة بيتعاملوا مع الموزعين وتجار التجزئة، وتجار التجزئة منهم للمواطن على طول. لكن فكرة كابيتر لغت التسلسل ده، وبقى أي تاجر تجزئة يقدر يتعامل مع الشركة مباشرة ويطلب الكمية اللي هو عايزها، وكابيتر توصلها له مع إمكانية الدفع الآجل، وفي خلال سنتين بس زاد حجم استثماراتها وتوسعت في السوق المصري وبقى يتضخ فيها ملايين. كل ده حلو، لكن فجأة أعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر في بيان رسمي عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري فوراً، وده بسبب عدم وفائهم بواجباتهم والتزاماتهم تجاه الشركة وعدم حضورهم أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين. وفي نفس القرار تم تعيين مجد الغزولي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة كرئيس مؤقت لحين حضور الأخوان نوح وتهدية مخاوف الموردين والموظفين اللي وصل عددهم 2700 موظف في كابيتال. كل ده ومحدش فاهم حاجة. فجأة بقى ظهر منشور لأحد العاملين في الشركة على فيسبوك وقال فيه: أنا شغال في شركة اسمها كابيتال. كابيتال كانت عاملة فوند بأكتر من 660 مليون جنيه اللي هم 33 مليون دولار. صحاب الشركة هربوا بالفلوس النهاردة الصبح برا مصر، وأكتر من 1000 شخص هيتبهدلوا، وأنا أولهم. اللي مش فاهمه إزاي خرجوا 33 مليون دولار برا مصر. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الأخين أحمد ومحمود نوح. وهنا بقى انهالت التعليقات ما بين مهاجم ومدافع، اللي يقول والله وعملوها الرجالة، واللي يقول ملعوبة، واللي يقول منهم لله سرقوا البلد، لحد ما نشر رائد الأعمال وليد راشد تفاصيل أزمة كابيتر على لسان مؤسسيها، وكتب: ما كانش فيه فلوس في الشركة في الفترة الأخيرة عشان يحولوها على حسابهم، وكان في أزمة مالية كبيرة في الشركة، وبناء على الأزمة المالية دي قرر المسؤولين أخذ قروض بأسمائهم الشخصية من بنوك مصرية وجهات تمويلية لسداد مرتبات ومصاريف الشركة، وبلغت قيمة القروض 3 ملايين دولار أمريكي. والشركة تلقت عروض بالبيع من شركتين سعودية وأردنية، لكن العرض ده اترفض لأنهم ما كانوش بقيمة تغطي المصروفات والقروض. ومع تزايد ضغوط القروض وعدم الوصول لحل مع المستثمرين الجدد زادت ديون الشركة، وتعرض المؤسسين لمضايقات وهجوم من المستحقين، وتم تهديد أسرهم. ونتيجة لكل ده قرر الأخوان نوح السفر خارج مصر قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم في محاولة للوصول لحل بدل دخول السجن.